أهلا بكم مجددا في هذا الفيديو. أريد إنشاء API باستخدام Next بالنسخة الجديدة بالApp Directory. أريد أن أريكم فعليا كيف يمكن أن ننتج مثل هذا الموضوع. لاحقا ربما نستفيد من هذا لمشروعنا، ربما لا أعرف حقيقة، ليس لدي فكرة الآن كيف سأقوم بإنشاء الأمور، لكن فعليا يمكن أن أتعلم كثيرا من هذه من موضوع هذا API. فبداية يعني يمكن أن تفكر ب ما رأيكم، هل نشرح عن الـ API بالرسومات؟ دعونا نجرب نشرح عنها بشكل سريع، كون اللوح الآن لدي متوفر. فإذا لاحظوا بالنسبة لموضوع الـ API، فكرة الـ API ربما تكون فكرة يعني صعبة على البعض أو لا يفهمها، لذلك أنا أريد أن أوضحها لكم بشكل بسيط جدا. API فكرته مرة أخرى، كل شيء بالنسبة ل يعني تعاملنا، دائما لدينا سيرفر ولدينا كلاينت. فيمكن أن نعتبر هنا لدينا Next.js مثلا، وهنا لدينا سيرفر آخر، سيرفر بغض النظر ما هو، اعتبره برمجية، اعتبره شيء معين. فهذا السيرفر لنفترض لديه database معينة، فيمكن أن نبني API لهذا السيرفر. API هنا جيد، يمكن أن تفكر به كواجهة معينة، لكن ليست واجهة رسومية، ليست واجهة فيها ألوان وواجهة فيها أشكال وعناصر، لا، يمكن أن تفكر فيها واجهة تعطينا بيانات معينة تساعدنا للتواصل مع هذا السيرفر. فكيف ذلك؟ الشيء الذي يحدث أن مثلا هنا لدينا الموقع، لدينا يقوم بالطلب من هذا السيرفر، يطلب منه مثلا اجلب لي الارتيكلز، جيد. فالنقطة التي يطلبها من هذا السيرفر هي الارتيكلز، فيتم هنا بالنسبة لهذا السيرفر يتم فعليا معالجة هذا الطلب بطريقة معينة. عندما يأتي طلب الارتيكلز ويعود ب object json object فيها الارتيكلز المطلوبة. فال API ما هو فعليا؟ الـ API هو أن تقوم بطلبات معينة للسيرفر. هذه الطلبات تطلب نقاط معينة، الـ articles slash articles slash articles id 1 slash articles مثلا slash add لإضافة articles، تقوم بطلبات معينة، السيرفر يفهم هذه الطلبات ويستجيب بطريقة معينة، وهي يستجيب بـ object من الـ data. هذه الأوبجكت من الداتا يمكن أن نأخذها لاحقا ونستفيد منها. فإذا فعليا الشيء الذي يحدث في الـ API أو موضوع الـ API هو أننا نقوم بماذا؟ نقوم بطلب شيء، عنصر معين من النظام أو الفرونت إند تطلب شيء. فإذا تطلب شيء يعني ترسل request، فإذا ترسل request هنا، وهذا بدوره يعيد له response. فعند التعامل مع الـ API فنحن فعليا نتعامل مع request و response، جيد، في كل مكان، ليس في Next.js فقط. فإذا هذا هو الموضوع، لكن موضوع Next.js بموضوع الـ API بـ Next.js كيف يعمل؟ طبعا الموضوع يعمل بهذا الشكل، لدينا هنا Next.js، جيد، Next.js فيها جهة client مرة أخرى وفيها جهة server، وهذا كلها Next.js، هذا نفسها Next.js لكن فيها client وفيها server. فنحن عندما نقوم ببناء الـ API فنحن نعمل على جهة السيرفر من هنا، والشيء الذي سنقوم به بإنتاج بدعم نقاط معينة. مثلا سندعم نقطة الـ articles هنا بالـ API التي لدينا مثلا، وبالتالي سنقبل طلبات من الـ client أن يرسل get request لهذه النقطة، وسنعيد له الارتيكلز. فالميثودز التي يمكن أن نرسلها بالـ API، الميثود الرئيسية والتي تدعمها أيضا Next.js، هي get، و get يعني اجلب لي شيء معين، مثلا articles واحد، article واحد أو كل الارتيكلز. الميثود الثانية هي post التي يمكن أن ترسل فيها بيانات data من الـ client للسيرفر. والنقطة رقم 2 هي أو 3 فوت التي يمكن فيها أن تعدل
شيء موجود على السيرفر، تعدلهم الكلاينت، ترسل التعديل، وايضا ديليت. ديليت هل كتبتها بشكل صحيح؟ فاذا ديليت التي من خلالها يمكن ان تحذف، ان تطلب حذف حذف ارتكل من السيرفر. فاذا هذا بالنسبه للاي بي اي. فاذا مره اخرى الفكره الاساسيه اكررها حتى ينزعج الاشخاص الذين يكرهون التكرار، الفكره الرئيسيه ان الكلاينت يرسل ريكويست والسيرفر يرسل ريسبونس، والريسبونس تكون بصيغه جيسون. جيد. فاذا لنبدا الان بالعمل. كيف يمكن تطبيق ذلك بالنسبه لنيك جي اس؟ الان انا بالاب دايركتوري ساذهب الى الارتكلز، يعني انه اريد انشاء اي بي اي خاص بالارتكلز. هنا سانشئ مجلد ساسميه اي بي اي، وبداخل هذا المجلد سانشئ مجلد اسمه route.js. لاحظوا هذا الملف الذي اسمه route تسموه راوت، يعني لا تسموه شيء آخر، يعني اسمه هكذا، يعني يجب أن يكون اسمه هكذا. فإذا جيد، فإذا لدينا هذا الراوت الجميل. الآن سنطبق عليه، سنقوم بإنشاء function هنا اسمه get. لماذا اسمه get؟ لأننا نريد طلب get، نريد طلب معلومات، اجلب لي معلومات. وهذا سنأخذ فيها request، ما هو الشيء الذي تريد أن تجلبه فعليا. بالنسبة لهذا الفانكشن يجب أن نجعله export حتى تعمل المواضيع. أيضا من الجيد أن نجعله async، لأن ربما أن نستخدم promise بداخله هنا وفقط. فإذا هذا هو، سأسمي هذا الفانكشن ماذا سأسميه؟ get articles and single articles، والآن ستروا لماذا. فإذا بداية هنا سأقوم ب return كل articles، عند طلب هذه النقطة أريد أن يعيد لي كل articles. فبالتالي هنا في الأعلى سأجلب articles التي لديه ضمن array. فإذا from data articles، طبعا هذا خاصة بمشروعي، وهنا أريد أن أعيد كل articles. طبعا يمكن أن أعيدها هكذا، نعم جيد، لكن أنا أستخدم API، فبالتالي API يجب أن يعيد response. بالنسبة لNextJS response يمكن أن أعيدها باستخدام next response، طبعا n capital letter from next server، لا تحتاج لتثبيت شيء، كل شيء مثبت. الان هنا بالreturn انا اريد اعادة كل الarticles، فساكتب next response مرة اخرى n capital letter و dot json، اريد اعادة json object والتي فيها الarticles. جيد. طيب ما المشكلة؟ المشكلة أنني لم أغلق الفانكشن من هنا أعتقد، وهنا next response كتبتها بشكل خاطئ. فإذن أعتقد هكذا كافي لإنشاء response get. طيب كيف يمكن أن أقوم باختبار هذا؟ طبعا لاحظوا أنا وضعت الـ API، مجلد الـ API اللي اسمته API، وضعته بداخل الـ articles، فبالتالي هنا سأبقى أنا بداخل الـ articles، لكن سأذهب إلى slash API بهذا الشكل وفقط. فإذا لاحظوا ظهرت لي كل الارتيكلز بصيغة جيسون. الآن لاحظوا الفكرة. طيب أنت تقول ما الفكرة من الـ API؟ ما الشيء الذي يعني ما الفائدة من هذا الموضوع؟ أول فائدة من هذا الموضوع أن يمكنك أن تأخذ هذا الرابط، طبعا أنا على local host، لكن لو رفعت هذا الرابط لسيرفر وقمت deployment له، فإذا يمكن أن أخذ هذا الرابط نفسه ومن أي موقع كان أن أقوم بأخذ هذه الديتا وعرضها على موقع، على الموقع الآخر. جيد. فإذا هذه مجرد نقطة أطلبها من السيرفر وتنتج لي هذه البيانات كلها من خلال Next.js. طبعا لماذا ظهرت هذا؟ لأنني أنا بكل بساطة كتبت هذا، أنا قلت له قم بإعادة الارتيكلز. مثلا لو أردت أن أقول له أعرض شيء آخر، مثلا اسمي، مثلا name نورس، أنا أريد أن يعيد نورس عندما يذهب لكات، فبالتالي أنت سيعيد name نورس. جيد. فممتاز. فإذا أنا سأعيدها للارتيكلز. هنا أيضا أريد أن أدعم فكرة أنه إذا تم طلب ID معين، مثلا قال مثلا هنا API أريد ID 4، أريد أن يعرض له هنا الارتيكلز رقم 4، فكيف ذلك؟ فهنا سنأتي إلى هنا ونبدأ بهذه العملية. بداية نريد أن نحصل على search params. search params يعني الID، الكويري الموجود في الأعلى. فإذا new URL
هنا سنكتب request.url جيد. فهذه هي الطريقة أن من URL سنقوم سأقوم بإنتاج URL من الريكوست URL جيد، ومنه سنأخذ السيرش برام. من هذه السيرش برام سنأخذ الID بهذه الطريقة searchparams.get وسنأخذ الID المزود. إذا تم تزويد هذا الID إذن هذا شيء جيد. إذا لم يتم تزويد هذا الID فأنا أريد أن أرسل هنا else statement وأرسل response وأكتب فيها التالي أن error مثلا ID أو ليس هذا فعليا، لأن إذا لم يحدد الID أنا فعليا أريد أن أرسل له كل الارتيكلز عفوا، فبالتالي هكذا أفضل. أما إذا تم تحديد الID فأنا هنا سأقوم process the get request in the back end، والباك اند التي لدي أنا في حالتي هي الأري، فبالتالي هنا سأحاول الحصول على الارتيكلز هنا التي تتبع هذا الID أو التي لها هذا الID، فإذا هنا articles find وسأحصل على الارتيكلز التي لها title أو لها ID يساوي الID المرسل بالريكوست جيد. الآن إذا كانت هنالك article جيد جدا سنعيدها الآن، لكن إذا لم تكن هنالك articles فهنا سنعيد error مثلا article does not exist جيد. أما إذا كانت موجودة فعليا فأنا أريد أن أعيدها، فإذا هنا سنعيد الارتيكل نفسه. فإذا الآن لنجرب هذا كيف يعمل. فإذا هنا سأقوم بالتحديد الارتيكل موجودة أعاد لي، مثلا لو كتبت مثلا ID 400 يفترض أو 4000 الارتيكل غير موجودة، وإذا لم أزود أي ID هنا يفترض أن يعيد لي كل الارتيكل والعملية نجحت. فإذا ممتاز، فإذا في هذه الطريقة أنا استطعت أن أنشئ API Next.js يستخدم get method. الآن لنرى الشيء الآخر الذي نريد أن ننشئ API يقوم ما رأيكم؟ delete article معينة، فبالتالي هنا سنكتب delete single article، ويمكن فعليا أن أقوم بنسخ هذا نفسه ووضعه هنا، لكن هنا الفانكشن لن يكون اسمه get، سيكون اسمه delete باسم الميثود جيد. وأيضا أريد أن أحصل على الID، وإذا كان article موجودة فأنا أريد فعليا أن أقوم بحذفها، فإذا هنا إذا كانت موجودة الآن delete article الآن سنحذفها، وإذا لم تكن موجودة ففعليا سنقول أن الارتيكل غير موجودة. لكن إذا لم يتم تزويد الID أصلا فإذا if not ID فإذا هنا سنقوم بإضافة رسالة error أن ID is not provided. فإذا بقي هنا عملية حذف الارتيكل، فبداية كون نحن الآن نتعامل مع array فنريد فعليا حذف الحصول على الاندكس هذا العنصر، فبالتالي يمكن ان نكتب بالتالي سنكتب const index to remove ونكتب هنا articles find index الاندكس الايتم الذي الID لها يساوي الarticle.id وجدنا الاندكس. فإذن الان بكل بساطة الاري سنستخدم splice method، من خلالها سنقوم بحذف الindex to remove وعنصر واحد فقط جيد. إذن هذه بالنسبة لطريقة الأري، وأيضا سنعيد JSON response بعد الحذف وسنكتب هنا success هنا وسنكتب article got deleted successfully، وأعتقد أنني لكن لاحظوا هذه delete articles يجب أن أقوم بديليت لها إذا كانت الارتيكل فعليا موجودة، بالتالي سأنقل هذا اللي هنا، وبالنسبة هذه الريتيرن سأقوم بحذفها، وهنا هذا يجب أن تكون كولن بهذا الشكل عفوا. فإذا الآن أعتقد صحيح. فإذا الآن لنعد لنقرأ من مجددا، فإذا بداية حصلنا على الID، قمنا بإنشاء function اسمه delete، حصلنا على الID من الكويري، ثم حصلنا على الارتيكل. إذا كانت أو بداية إذا كان هنالك ID جيد جدا، إذا لم يكن هنالك ID أرسلنا
ايرور، قلنا ان الايدي لا بروفايدر. ثم وجدنا الارتكل، اذا وجدناها جيد جدا، اذا لم نجدها ارسلنا ان الارتكل does not exist، واذا كانت الارتكل موجودة قمنا بحذفها. جيد جدا. فاذا الان السؤال، كيف يمكن ان نقوم فعليا باختبار هذا الـ ABI delete؟ لان لا يمكن ان نختبره بالمتصفح، لان المتصفح هنا فقط يعمل على get request. فيمكن ان نستخدم فعليا اي برمجية تساعدنا باختبار الـ ABI. فيمكن أن تستخدم الـ Postman مثلا. فعليا أنا استخدمت حاليا استخدمت هذه اسمها Insomnia. أعتقد يعني أنها برمجية جيدة. وهنا استخدمت يعني طلب الـ ABI المختلفة. فإذا هذا يمكنك أن تثبتها. بعد أن تثبتها يمكن من هنا مثلا أن تقوم بـ HTTP request. وهنا الشيء الجميل الذي أحبه بهذا، أنا يمكن أن أقوم بـ rename query، فمثلا هنا أو rename الـ HTTP request، فإذا delete from dashboard مثلا كتبتها بشكل خاطئ، و rename مثلا، فإذا هنا يمكن أن أضع الرابط. فإذا الرابط فعليا للديليت هو نفسه هذا، لكن طبعا يجب أن أزود ID، والميثود هي ديليت. طيب الآن لو قمت أنا بسند، ما الذي سيحدث؟ لاحظوا سيقول لي ID is not provided. طيب لو أنا قمت مثلا بإضافة هنا ID مثلا كبير مثلا 8000، سيقول لي هنا أن article does not exist. طيب ماذا لو أنا قمت مثلا بتزويد مثلا ID 1؟ الآن سيقول لي article got deleted successfully، لأنني أنا فعليا قمت بحذفها. طيب لو قمت أنا بإضافة هنا HTTP request آخر هنا وقمت ب rename له، قلت له get all from dashboard ثم rename، وهنا قمت بنسخ هذا الرابط من هنا وضعته هنا لكن بدون الID أو مع الID، وقمت بإضافة get، فإذا الآن ستظهر لي سيقول لي article does not exist لأنني قمت بحذفها. وإذا عرضت كل الارتكل لاحظوا لن تظهر الارتكل بالID 1، لكن انتبهوا لنقطة، نحن نتعامل مع array، فمجرد أنك أنت تقوم برفرش للسيرفر ستعود الأري كما كانت، ليس لدينا باك إند حقيقية الآن. فبالتالي الآن أنا حذفتها جيد جدا، لكن بعد قليل ستظهر لأنني سأقوم برفرش للبراوزر للسيرفر عفوا للسيرفر. لنكمل موضوعنا، الموضوع الثاني، ما رأيكم؟ هل نقوم بإنشاء update request أم post request؟ دعونا ننشئ update request، وبالتالي سأنسخ هذه نفسها من الـ ABI الذي لدي، وأقوم بلصقها هنا في الأدنى، والآن سأسميها update request. جيد. الـ update سنستخدم طريقة اسمها put، وإذا هنا put هكذا. ونفس الشيء إذا أردت أنا تعديل article، علي أن أحصل على الـ ID الخاص بها، علي أن أبحث عنها إذا كانت موجودة. فإذا هنا بدلا أن نقوم ب delete لها نريد أن نقوم بأبديت لها، فإذا بالتالي هنا سأكتب كلمة updated بالreturn عفوا updated، وهنا بدلا من delete سنكتب update. الآن سنعالجها، إذا لم تكن موجودة سنقول article does not exist، وإذا لا يوجد ID سنقول ID is not provided. فإذا واضح جدا. الآن لموضوع طريقة التعديل، فإذا الآن يجب أن نعدل. فبداية الطريقة سهلة جدا، نفس الشيء سنحصل على الـ index article to update، لن نحذف هذا، لكن الشيء الذي سنقوم به أننا نريد أن نأخذ، لاحظوا الآن نحتاج أن نأخذ من الـ client نريد أن نأخذ الـ update، صحيح؟ نريد أن نأخذ الـ title المعدل، نريد أن نأخذ الـ content المعدل وكل شيء المعدل. فإذا بهذه الحالة فعليا نحن سننشئ شيء جديد هنا، والذي هو التالي. بداية من الـ request الذي جاءنا، أو دعونا نقول مثلا data sent مثلا by client، أو data received، هي فعليا data received by the client،
data received by the server عفوا هي أرسلت من الكلاينت للسيرفر. فالآن أنا أكتب بالسيرفر، فهذه الداتا التي جاءتني من الكلاينت أين جاءت؟ جاءت فعليا من الريكوست، فبالتالي سأحلل للجيسون التي جاءتني من الريكوست وهذه هي الداتا. فإذا قمت أنا مثلا بconsole.log لهذه الداتا received جيد، ففعليا دعونا نقوم الآن بنفس الطريقة، نقوم بإنشاء request آخر، سأقوم برename له update request وسيكون له نفس هذا، لكن هنا سنستخدم port هكذا، وهنا لدينا ID مثلا 1 لا مشكلة مثلا 1، وهنا body هنا سنرسل json، فإذا هنا سأرسل curly brackets هكذا، سأكتب title محاطة بالدبل وسأكتب new title وسأرسل send. طبعا لن يرسل شيء فعليا، سيقول أنا not found لأنني فعليا نجي نضع هنا question mark، فذن send، فذن article got updated successfully جيد، لكن لم يتم تحديث شيء فعليا. لكن أنا أريد ذهاب للسيرفر لأرى ما الشيء الذي حدث. الشيء اللي حدث أن لدي هنا title and new title، فذن ما هذه title والnew title؟ هذا هي هذا الداتا ريسيف من السيرفر من الريكوست، فيمكن ان نستعين بهذا لابديت الارتكل التي لدي. فكيف ذلك؟ بكل بساطه هنا ساكتب الارتكلز التي لدي، اريد ان اخذ الاندكس الارتكل التي لها الاندكس تو ابديت، واريد ان اضيف واريد ان اغير التايتل لها ان يصبح نفس التايتل من الريسبونس او تايتل من الداتا ريسيف عفوا داتا ريسيف جيد. طيب إذا لم يزود الشخص تايتل جديد فأنا أريد أن أبقي نفس التايتل القديم، وبالتالي نفس التايتل القديم سيكون هذا هو نفسه جيد. نفس الموضوع سأكرره هنا على الكونتنت وهنا كونتنت وهنا كونتنت، ونفس الموضوع سأكرره على الكيوردز الخاصة بالارتيكلز وهنا نفسه وهنا نفسه، ونفس الموضوع سأكرره أيضا على الكاتيجوري وهنا كاتيجوري وهنا كاتيجوري، ونفس الموضوع سأكرره على الارتكل المؤلف. وبالنسبة لموضوع الموضوع الثاني الذي هو create date أنا لا أريد تغييره فعليا، وبالتالي لن أغيره، فإذن هنا create date سيكون نفسه ال create date للعنصر السابق لأن لن أغير فعليا متى تم إنشائها، لكن فعليا أنا هنا سأغير متى تم تعديل هذه الارتكل، إذن updated سأغيرها. طبعا لاحظوا لا داعي أن أقول أن هذا تساوي نفسها، فبالتالي لا داعي لهذا السطر، لكن بالنسبة للarticles updated فهنا أريد فعليا أن أقوم بget current date، فيمكن أن أنشئ الآن function هذا يساعدني على الحصول على الـ get current date. طبعا هذا الفانكشن الآن سننشئه، فإذا هنا في الأدنى utility to get the current date، فإذا function get current date، ويمكن بجافا سكريبت أن نحصل على الـ current date من خلال new date، لكن أنا فعليا أريد أن أقوم بفورمات له، فإذا هنا new date بهذا الشكل، أريد الحصول على السنة، فإذن السنة من current date get full year التي هي مثلا 2023، أيضا سنحصل على الشهر، الشهر هو من ال current date سنحصل على month get month، لكن سنجمع معه 1 لأن month يبدأ من 0 أعتقد، وأيضا المانت نريده أن يظهر مثلا بهذا الشكل 06 مثلا أو 08 لشهر أوغست أو شهر فبالتالي هنا سأحول هذا لسترينج بداية، فإذا to string، وبعد ذلك سأضيف لها بالبداية سأضيف لها 2 0 حتى تكون هي يعني تكون هي ماذا تبدأ بزيرو، الشهر يبدأ بزيرو. بالنسبة للday فنفس الفكرة بالday اليوم، فسنأخذ get date لن نجمع لها 1 لكن سنحولها لسترينج، وأيضا سنجعل قبلها 0. فإذا الآن الفورمات الديت الذي سأعيده هو التالي، بداية سنضيف السنة داش
ثم الشهر داش ثم اليوم. جيد، فإذا الآن كنا بإنشاء هذا الفانكشن الذي يمكن أن نستخدمه في بشكل أوتوماتيكي يتم فعليا تحديث أو وقت تحديث المقالة. جيد، فإذا ممتاز. فإذا الآن لنجرب هذه العملية، نجربها هنا بالـ API هنا لدينا. فمثلا أنا أريد مثلا أن أعدل، طبعا هنا أنا قمت في إضافة فقط المسج أن تم التحديث، لكن أنا فعليا أريد أيضا أن أضيف هنا شيء آخر، هو أنني أريد إضافة new article أو updated article التي ستكون هي articles index to update حتى نراها يعني. فإذا الآن لنرى، فإذا الآن الارتكل رقم 1 سأرسل لها new title، فإذا لنرى sent. فإذا لاحظوا articles got deleted، لاحظوا ال id 1 new title، باقي الأشياء بقيت كما هي. بالنسبة للتاريخ لاحظوا أن ال create date بقي كما هو، لكن ال update date ظهر بهذا الشكل المرتب وهو تاريخ اليوم أو تاريخ تسجيل الفيديو. فإذا ممتاز، جميل جدا. فإذا نحن فعليا استطعنا تعديل هذه الارتكل. لو مثلا لم أزود ID سيقول لي تزودي ID أو لم يزود، وإذا أضفت ID لا أعرف ما هو سيقول لي article does not exist. فإذا بقي لدينا أن نضيف نقطة API أخيرة والتي هي add article. فإذا ليه نقوم بذلك؟ سهل جدا، أصبحت الأمور لدينا. فإذا سأنسخ، ننسخ هذا، لا أعرف ماذا أنسخ فعليا، يعني لننسخ الـ update article. فإذا ننسخ هذا، جيد، ونضيف الـ update add article أدنى الـ get هنا. فإذا هنا سنكتب add single article. طريقة الإضافة article أو بيانات جديدة للـ server اسمها post، سأكتب post. وهنا فعليا بداية لن نحتاج كل هذا، لن نحتاج ID، لن نحتاج هذه الأمور فعليا، لن نحتاج هذا، لكن بداية سأضع كل شيء بtry and catch هنا. جيد، وهنا سأكتب إذا كان هنالك error بتطبيقاتي فأنا أريد أن أعرض هذا الإيرور، وبالتالي هنا سيكون هذا الإيرور هو الإيرور الذي تم catch له. سأحذف الباقي من هنا. جيد، فإذا الآن بتراي، فإذا بداية بتراي نريد أن نحصل على الداتا من الكلاينت. فإذا data received وستكون هي عبارة عن request، فإذا await request.json، فإذا حتى نحصل على الداتا التي يريد أن يضيفها. فبداية سنقوم ببعض من الvalidation. سنقول إذا كانت هذه الداتا received ليس فيها تايتل فأنا فعليا أريد أن أرسل له خطأ. فإذا هنا سأكتب خطأ error، سأكتب التايتل cannot be empty. طيب غير ذلك فأنا فعليا أريد إنشاء article جديدة، وهذه article سأسميها const new article يساوي. فبداية سنضيف ID، لنفترض مثلا هكذا، الآن سأغيره. التايتل هو نفسه من data received title، الكونتنت نفس الشيء، الديسكريبشن نفس الشيء، طبعا انا لم اضيف ديسكريبشن للابديت الان ساضيفه، المؤلف نفس القصه، الكيورد نفس القصه، الكاتيجوري نفس القصه، ما الشيء الذي بقي. طبعا اذا لم يدخل هو الكونتنت هنا ساعتبره empty string، اذا لم يدخل الديسكريبشن ساعتبرها empty string، اذا لم يدخل المؤلف ساعتبرها empty string، اذا لم يدخل الكيورد سأعتبرها empty array، إذا لم يدخل الكاتيجوري سأعتبرها empty string. أما بالنسبة للcreate date ففعليا سأكتب get current date نفسه، ونفس الشيء بالنسبة للupdate date. فإذا بداية سيكون الupdate date نفسه لcreate date. ممتاز، فإذا أصبح لدي هذه الارتكل الجميلة. طبعا هنا يوجد كوما. الآن سأضيف هذه الارتكلز للأري التي لدي، فذا new article، ولا أنسى أن أقوم بإضافة هنا JSON response، كل شيء له JSON response. فهنا سنكتب أن تم النجاح، مثلا هنا article got added، والموضوع الأخير a new article أريد أن أضيفها هنا. فذا لنرى كيف يبدو ذلك. بالنسبة لهنا سنقوم بإنشاء
نقطة جديدة هنا سأسميها add article. والآن نفس النقطة هذا سنضيفها هنا لكن ستكون post request، لن يكون معها id بهذا الشكل. طبعا لاحظوا هنالك error، لم يوضح الايرور لان فعليا يجب هنا ان نسأل عفوا اين هو، هنا يجب ان نوضح ايضا اذا كان لم يتم ارسال داتا ان نقول له ان لا يوجد داتا. جيد، فيجب ان نوضح هذا. طبعا لاحظوا ذهب هكذا بعيدا، قمت بجلبه هنا. الان سنجلب البادي. فاذا اذا انا قمت مثلا بتزويد بادي فارغ هكذا يعني جيسون امتي اوبجكت، فإذا ما هي الريسبونس؟ فإذا الريسبونس تايتل كانت بي امتي. فإذا قمت أنا مثلا بإضافة هنا تايتل مثلا جديد، طبعا الشيء الذي قبل أن نضيف التايتل أنا نسيت تزويد الاي دي. الاي دي هنا يجب أن يقوم بجنريت له، فبالتالي هنا الاي دي سيكون هو article.length plus 1. فإذا لنعد الآن لقضيتنا، فيمكن الآن أن نضيف تايتل اسمه new article وتايت وانتر. فإذا لاحظوا سيقول تم إضافة article، هذا الID لها 31 new article. طبعا الباقي لم يتم تزويده لكن الديت تم generate له بشكل أوتوماتيكي، أيضا الID تم generate له بشكل أوتوماتيكي. الآن لو ذهبت أنا للسيرفر الخاص بالarticles بدون الIP، فإذا لاحظوا a new article ظهرت لدي هنا، لكن مرة أخرى مجرد أن أقوم بالرفرش للسيرفر كل شيء سيكون له رفرش. السبب أن مرة أخرى أنا أتعامل مع الري لا أتعامل مع الداتابيس، لكن أنا أفكر حاليا بفهم البسيط أن هذه الأداة هي الداتابيس الخاصة بي. الشيء الذي سيكون الآن فعليا أن أنا الآن أصبح لدي نقاط هذه الـ API التي يمكن أن أستخدمها أن أجعل مثلا Next.js لدي موقع مزود للـ API ويتم طلبات هذه النقاط من سيرفرات أخرى، أو يمكن أن أستخدمها للسيرفر الخاص بي فقط بإضافة Authentication خاص أن هذه النقاط فقط أنا من سأستخدمها أو من لديه الصلاحية لذلك. والفكرة أيضا أن الآن هذه النقاط تقريبا عزلت الباك اند عن الكود الموقعي، لان فعليا الان انا عندما اريد حذف فانا اريد طلب هذه النقاط، لان عندما اريد ابديت اريد اضافه لهذه النقاط. فبالتالي عندما انا مثلا اغير الباك اند فعلي فقط ان اغير طريقه الطلب في هذا الملف وليس في كل شيء. فبالتالي الان لو انا قمت بحذف هذه الارتكلز اراي وقمت بالربط مع الداتابيس فانا فقط اريد تعديل هذا الملف هنا فقط، لكن الداتا التي ستعود من هنا هي نفسها، وبالتالي في أي مكان يتم طلب هذه الداتا سيتم عودة الداتا بغض النظر عن طريقة معالجة جلب الداتا. فإذن في حالتنا معالجة جلب مثلا الريكوست من هنا استخدمنا find لأننا لدينا array، ماذا لو لدينا مثلا MySQL، ماذا لو لدينا باك اند أخرى وعلينا أن نتعامل معها هنا. لكن بالنهاية مهما تعاملت، لاحظ الفكرة، مهما بأي شيء تعاملت هنا بأي هذا السطر مهما كان بالنهاية ستعيد الارتكل. فبالتالي السيرفر الكلاينت الذي يطلب الارتكل بالنهاية سيعود له ارتكل، فلا يهمه هذا السطر الذي أنت كتبته هنا، هذا يعود لك. ربما لاحقا لو كان لدي وقت نستبدل هذا بشيء آخر ونرى كيف يتعامل ذلك. فإذا نستمر بالدرس القادم، مع السلامة.